هاي بنات، معلش على التأخير. زي ما قلت هجرب معاكم مشقر انرجي، لأني سمعت عليه مدح كثير، فزي ما هم كاتبين هنا ينفع للجسم للوجه الشعر الوبري بشكل عام. هنشوف ايش فيه. هنا الاكسجين، البودرة، هنا صحن الخلط، والملعقة للقياس، وهذا عشان نخلط فيها. هذه ورقة التعليمات، طيب هنا حاطين انه ندهن الوجه يعني بزيت اللوز او زيت الزيتون. فانا كنت في تشقير، ولا كنت اسوي فازلين بس على حول الحواجب مكان التشقير، بعدين اخليه شوي وامسحه، ما اخليه يعني متكتل او شيء، بس لمسة بسيطة عشان كحماية. فحتى هذا يحتاج نفس الشيء حماية لانهم كاتبين. بالنسبة للكميات طبعا احنا ما حنسوي منطقة كبيرة الحواجب، بس فكاتبين انه ملعقة من الجزء الصغير تشقير وملعقة ونص اكسجين، يعني الاكسجين ملعقة من هذه مليانة مع نص، والبودرة بس ملعقة واحدة من هذه مليانة، الصغيرة مو الكبيرة. طيب هذه البودرة هنسوي منها ملعقة. الأكسجين واحدة ونص. كاتبين انه لازم ينخلط تمام، ما يكون في اي حبيبات. طيب اول خطوة حسويها اني حرتب الحاجب وامشطه على فوق. طيب انا ابغى اشيل الطرف هذا، ابغى احاول اني ارفع حاجبي على فوق بالرسم بعدين، بس ابغى اشيل هذا اللي تحت عشان اعطي وسع لعيني من الطرف. اوكي، بس حسوي خط اول بحيث انه يحدد لي انا ايش ابغى بالضبط، بعدين ابدا اشقر زي الناس. طيب هذا كل اللي تحت حيتشقر، طبعا المشقر ما نقربه على الشعر اللي هنا ابدا، هنا قد ما نقدر نحاول ننزل نرفع في الطرف. ليش؟ عشان يعطيني وسع. من فوق حتكون بس مسحة للشعر الوبري. ما حنزله على الشعر ابدا. انا عندي اهم شيء هذا الجزء، والشعر الخفيف الصغير هو اللي يتشقر.
طيب عشان نطفي التشجير قلت لكم قبل كذا افضل شيء نختار بني فاتح او اشقر رمادي اذا ما في بني فاتح. فانا حاليا ما عندي بني فاتح، اللي عندي اشقر رمادي. هستخدم اللي هو 6 17 اشقر رمادي غامق، نقدر نستخدم اشقر رمادي عميق اللي هو من قرنيه 7 11، او البني الفاتح اللي هو رقم 5 من اي شركة كانت مو مشكلة، بس انا هستخدم حاليا هذه 6 17 اشقر رمادي غامق. طيب هسوي شوية بس، ابغى شي بسيط، شوية اكسجين. نقطة موية وهخلط. طيب هاخذ من الصبغة حركة سريعة مكان الأصفر، عينك على المراية، أول ما تحس إنه بدأ يطفي منديل مبلل وتمسحي قبل ما يطبع معك اللون. إذا احتجتي كمان تزيدي زيدي.